آخر دراسة صدرت من فترة قريبة بتقول أنه 3/4 الشعب اللبناني مصاب بأمراض خطيرة رح تأثر على شكله وعلى تكوين العظم بجسمه من هون لعشر سنين جايين. الدراسة بتقول أنه 60% من السكان رح تصير إجريهم الشمال أطول من اليمين بسبب الدعس على الفريمات بالسيارة، و 30% رح تصير إجريهم اليمين أطول بسبب الضغط على دعسة البنزين، بينما 10% الباقيين رح ينصابوا بالطرش بسبب الزمامير. الدراسة أجريت على 200 شخص بس 100 هوديك ماتوا بسبب السرعة هن وعم يقطعوا الطريق. هذا رأيي، فكر فيها.